مركز تدريب الكرازة OTC يدعوكم إلى المؤتمر الروحي بحضور الدكتور القس سامح موريس. أرجوك مش ده الوقت اللي انت فيه تخاف انك تيجي الكنيسة ونصلي معا ونطلب ربنا من أجل بلادنا ومن أجل مجد الله ومن أجل خلاصه العظيم. وخادم الإنجيل الدكتور إبراهيم السايح. عشان كده في المسيحية في علاقتنا بالله وفي الصلاة في حاجة مهمة اسمها إن روح الله بيدخلنا إلى حضرة الله، بيشعرنا بوجود الله. مع العبادة والتسبيح وفريق صوت التسبيح في كابيتال بابتست تشيرش 3504 جالوز رود أنانديل فيرجينيا 22003 من الجمعة 30 أغسطس إلى الاثنين 2 سبتمبر. للاتصال والمراسلة PO Box 8051 Springfield فيرجينيا 22151، إيميل outreachtraining@gmail.com، وللاتصال التليفوني على 703-672-6946.